السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، طريقة شحن بطاقة بين سبور الباقة الرياضية على جهاز بين سبور، كما تلاحظون على الشاشة نختار أي قناة رياضية بين سبور، هناك رقم حساب واتساب نقوم بالتواصل معه على الواتساب كما تلاحظون، نقوم بإرسال دياز واحد أو شباك واحد لحساب بين سبور على الواتساب، سيطلبون منا رقم بطاقة، سأقوم هنا بلصق رقم بطاقة لأن بعد إرسال رقم بطاقة سنتوصل برابط، ندخل هذا الرابط لموقع بين سبور على جوجل كروم، وعبر هذا الرابط يعني سوف أقوم بشحن بطاقة بين سبور الرياضية. طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ولا تأخذ منا وقت يعني طويل. هذا الموقع الرسمي لبين سبور، سأقوم بترجمة الصفحة إلى اللغة العربية. كما تلاحظون دفع أقساط البطاقة، سنختار شهر واحد، أنا سأختار شهر واحد وأنتم لكم الحرية. نختار الشهر، نختار المدة ونضغط على تقدم. هنا شهر واحد بمبلغ 12 دولار فاصلة خمسة، تقريبا 140 درهم، 143 درهم. هنا سنختار الطريقة لتحويل هذا المال، سأختار أنا كاش بيس، طريقة أداء عبر كاش بيس. هنا سأقوم بإدخال حسابي يعني الجيميل أو الإيميل. هنا قد توصلت بالرمز الذي سأقوم بدفعه لوكالة كاش بليس للأداء، هذا الرمز غنديه لوكالة كاش بليس وسأقوم بالأداء. بعد الأداء نعود لتطبيق الواتساب، نرسل رقم واحد للتواصل باللغة العربية، بعد ذلك نرسل رقم واحد لخدمة البث الفضائي، كذلك نختار الرقم واحد إذا كنت مشتركا في بين سبور. يرجى إرسال رقم بطاقة، سأقوم بإرسال رقم بطاقة، بعد ذلك سأختار الرقم ستة، رقم ستة لتفعيل إشارة البث، أرسل رقم ستة، سأختار اختيار رقم ستة. الرجاء تأكد بأن جهاز استقبال بين سبور موصول بساتلايت. سنعود لقناة بين سبور، نختار أي قناة بين سبور كما تلاحظون. البطاقة مشفرة أو مغلقة، القناة مغلقة مشفرة، سننتظر قليلا، تقريبا دقيقة. كما تلاحظون تم تفعيل الإشارة، طريقة سهلة يعني لشحن بطاقة بين سبور من هاتفك فقط. كما تلاحظون الآن جميع الباقات الرياضية مفعلة بثمن 143 درهم فقط للشهر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.